ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج جويل ماردينيان للمرة الثالثة، رغم علاقة الحب الكبيرة التي تجمعها مع زوجها كمال قدورة بعد انتشار مجموعة صور لها. خبر زواج جويل ماردينيان للمرة الثالثة أثار جدلاً واسعاً بعد أن انتشرت صوراً لها بفستان زفاف وبمكان يعقد فيه عقد قران العروسان. وظهرت جويل وهي تقترب من رجل، وبحسب المعلومات فإن المكان هو جزيرة المالديف دون أي توضيح منها عن هذه الصور حتى اللحظة. ومن يتابع جويل يتذكر جيداً المقابلة التي أجرتها مع إيتي بالعربي قبل فترة، وتحدثت فيها عن استعدادها للاحتفال بعيد زواجها هذه السنة بطريقة استثنائية. مين بتحب بيبي؟ اعترف هلأ. يارا بتحب يارا جوزي. يارا إن شاء الله تكوني عم تسمعي. ويبدو أن هذه الطريقة هي التي اختارتها جويل للاحتفال، لأنها لم تعلن طلاقها من قبل، ولأن الجميع يعلم علاقة الحب الكبيرة التي تجمعها مع كمال الذي دائماً ما يدعمها ويساندها وتتحدث عنه بطريقة مليئة بالحب. كمال كان إلى جانب جويل في الكثير من قراراتها التي أثارت الجدل، من بينها قرار تبنيها طفلاً، وهو دائماً ما يشجعها. وتقول جويل أن كمال هو مصدر القوة بالنسبة لها، وعلى الرغم من كونها امرأة قوية لكنها بنفس الوقت عاطفية جداً وتأخذ قوتها منه. وكانت قد صدمت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان بارتدائها الحجاب على الطريقة الخليجية في أحدث ظهور لها. وفي التفاصيل، فقد نشرت جويل ماردينيان عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة صور لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب على الطريقة الخليجية، وتفاعل كثير من المتابعين مع إطلالة جويل المختلفة هذه، إذ أبدى البعض منهم عن إعجابهم بها، فيما عبر البعض الآخر عن تفاجؤهم من إطلالتها بالحجاب. وكان من التعليقات: جويل لابسة حجاب مش عم صدق،